إيطاليا صعبة، صدام مع الكبار في مباريات متتالية أمام روما والهزيمة 1-0، أمام الإنتر المباراة المؤجلة والهزيمة 3-2. الآن إبرا خلص جول، ليس بقدم إبرا، لكن مش مهم مين اللي سجل هدف، المهم أن الشباك تخلت عن صمودها وأخيرا يتقدم الميلان بعد كل هذه المحاولات. لا يوجد تسلل، تمريرة كاسانو، استلام لإبراهيموفيتش والمدافع، نعم المدافع هو من سجل الهدف في مرماه بالخطأ. بيلغرينو جاء الفرج من الأرجنتين من بوينس آيرس عن طريق بيلغرينو في محاولة. شوف الحارس، شوف أنتونيولي بيبرق له، بيبص له يعني نظرة.